بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تحت شعار اوعى تصدق اي مسؤول مصري غير فرحة الصفا، عمرو الجناني بيعمل لايف على كلوب هاوس بيساله مشجع وبيقول له حضرتك شخص زملكاوي ليه كنت بتعادي لنادي الزمالك؟ فعمرو الجناني رد عليه اجابه عن طريق القلب وعن طريق المنطق والعقل وكل حاجه علشان خاطر يقنع الراجل ان انا ما كنتش ضد نادي الزمالك ولا اي حاجه، ده انا كنت بقول لامير مرتضى ادي تصريحات استفزازيه لجمهور الاهلي، كنت بعمل كمان خدمات لنادي الزمالك زي ان انا كنت بديله الفلوس اللي في البنك بتاعي كنت بديها لنادي الزمالك. يا راجل عايز اكتر من كده ايه؟ طب اقول لك حاجه كمان، كنت بسجل لعيبه للزمالك والزمالك ما معهوش فلوس سجلها علشان خاطر كنت بقول ان انا اخد الفلوس دي لما الاتحاد الافريقي يبعتها علشان نادي الزمالك هيكون بيواجه ازمات ساعتها ساعه التسجيل، فلا احنا هناخدها لما الفلوس بتاع الاتحاد الافريقي تتبعت. عايز ايه اكتر من كده تاني؟ اقوله لك ان انا كنت بساند نادي الزمالك وكنت بحب نادي الزمالك. راجل انبهر منه وقال والله يا ربنا يخلينا كل الزمالكاوي زي حضرتك. ما كانش يعلم ان مصر كلها هتاخد التسجيل ده وتقعد تتكلم عليه طول اليوم وطول الليل وطول النهار، ونقعد نتكلم على عمرو الجناني وطريقه ادارته لاتحاد الكوره، مع اني قلت لك قبل كده في هذه القناه وهذا المنبر ان عمرو الجناني لا يجب ان تحاسبه هو او اللجنه المؤقته في نادي الزمالك او اللجنه المؤقته على اتحاد الكوره، لان كل اللجنه المؤقته عباره عن لجان سيئه السمعه ولجان فساد. هي اللجنه المؤقته كده مع احترام الاشخاص اللي بيتقلدوا مناصب في نادي الزمالك والاشخاص اللي بيتقلدوا مناصب في اتحاد الكوره، اللجنه المؤقته بيكونش كل شغلتها كده، يا بتظبط ارضيه للانتخابات وبتظبط المرشحين اللي هم عايزينها ييجوا، يا بيظبطوا هم النادي على قد ما يقدروا ويطلعوا باي سبوبه. دي المشكله كلها بتكون من الراجل بيعين اللجنه المؤقته وهو وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه هو اللي يجب ان يحاسب على تعيين لجنه مؤقته بتعترف اهو بفسادها. يعني مفترض ان الراجل اعترف بفساد اللجنه المؤقته بتاعته، ينفع دلوقتي انك تقعد تتكلم على عمرو الجناني فقط من غير ما تجيب اسم وزير الشباب والرياضه؟ في مصر ينفع ده؟ احنا في مصر ما بنعملش غير كده سعادتك، احنا في مصر بتحصل اي حاجه وبنركز دايما على العنصر الاضعف. دلوقتي الجناني طلع من الكره المصريه، نقعد بقى نتكلم عليه ونحاسبه ويجب عقابه. طب بالنسبه للي عينه ولد وزير الشباب والرياضه في مصر، شخص ما ينفعش حد يتكلم معاه ليه؟ علشان خاطر احنا في مصر كما جرت العاده يا صديقي دايما بندور على البردعه وبنحاسبها. طب بالنسبه يا جماعه للراجل اللي حط البردعه دي في مكانها وهي لا تفقه اي شيء في اداره اتحاد الكره المصريه، هل حد يقدر يتكلم معاه؟ اطلاقا يا عزيزي، قلت لك تاني وتالت ورابع، احنا في مصر بندور على العنصر الاضعف في المنظومه ونقعد نتكلم عليها على حسابه. هل دلوقتي حد يجر ان هو يقول لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي تعالى شوف المسؤول اللي انت كنت حاطه في اتحاد الكوره بيقول ايه؟ لا، دلوقتي بقينا مركزين على ردود الافعال بعد التصريحات وكلام امير مرتضى اللي انت بتزيف التاريخ. امير مرتضى منصور بيتكلم على تزييف التاريخ، هو ابوه مرتضى منصور بيتكلم على تزييف التاريخ. ده انتوا تزييف التاريخ منكم زمان بيغني ظلموه، وزمان دلوقتي بيحاول ان هو هيعمل ايه في نفسه؟ يعني امير مرتضى بيتكلم على ان عمرو الجناني بيزيف التاريخ. انت في مصر يا عزيزي، لو مصدوم من اي حاجه فاعلم دايما انك في مصر، وما تاخدش الامور على قلبك كده وعلى صدرك وتقول في مؤامرات ضد الاهلي من زمان، لان برغم حتى مؤامراتهم دي ما بينجحوش في اي حاجه من هم بيعملوها، وده معناه ان هم فشلوا حتى في المؤامرات يا صديقي. فالوضع بالنسبه لهم صعب جدا والله يعني. بس انا زي ما قلت لك، عايز تحاسب حد على التصريحات دي وتحاسب حد على الفساد، روح حاسب البوس، ما تحاسبش الراجل اللي موجود في مكانه ومش عارف هو موجود فيه ليه. وده برضه بالنسبه للجنه المؤقته في الزمالك حاليا، وبالنسبه للجنه احمد مجاهد، عايزين تحاسبه حاسبوا الوزير اللي حط اللجان دي بمدد مفتوحه ومدد محدش عارف هيعمل انتخابات فيها امتى. فهمت القصه ولا لسه ما فهمتهاش؟ اتمنى بعد ما فهمتها تعمل لايك او سبسكرايب، لو ما فهمتهاش فما تبلغش عني، ده الطلب اللي انا بطلبه منك لا اكتر ولا اقل، سهله وبسيطه يعني.